رأى الإمام أبو بكر بن مجاهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤية منامية، وكان يجلس صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة من أصحابه، وإذا بسيدي الإمام الشبلي رضي الله عنه يدخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقف له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبله في جبينه. وقد كان الناس في بغداد يلقبون الشبلي بالمجنون، فتعجب أبو بكر ابن مجاهد وقال: يا رسول الله، أتفعل هذا مع الشبلي والناس يقولون عنه إنه لمجنون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه بعد كل صلاة يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ثم يتبعها بالصلاة والسلام عليه، فهذه مكافأتي له. ومن وقتها ما إن يرى الإمام أبو بكر بن مجاهد، وقد كان عالما من علماء القرآن الكريم في عصره، الإمام الشبلي حتى يقبله في جبينه في موضع تقبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم له. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونية، به أشتفي من كل داء ونوره، دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه، ونور به قلبي وسمعي ومقلتي، وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة. آيات بينات مباركات نختتم بها هذه الليلة القرآنية المباركة التي أقمناها تكريما لروح المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ إبراهيم عبد المحسن الطيب خليفة، والد النقيب عادل إبراهيم الطيب خليفة، شقيق الأستاذ محمود عبد المحسن الطيب خليفة، والأستاذ محمد عبد المحسن الطيب خليفة، وابن عم الأستاذ مجدي محمود الطيب خليفة، والأستاذ حسن إبراهيم الطيب خليفة، والأستاذ محمد جمال خليفة، وعم كل من الأستاذ إبراهيم محمد الطيب خليفة عمدة القرية، والأستاذ عادل عبد المحسن الطيب خليفة، والرائد السيد محمد الطيب خليفة، والرائد محمود محمد الطيب خليفة. آيات مباركات يتلوها علينا ملك المقامات في تلاوة القرآن الكريم، ومحرك القلوب، والذي حرك قلوبنا شوقا لزيارة بيت الله الحرام، وشوقا لرؤية سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والعفو والغفران، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيلي ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. هيا بنا نعيش مع مثل الختام وهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة الدكتور عبد الناصر حرق، نسأل الله له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. تقبل الله منكم. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع يوم ينادي مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن فذكر 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 بالقرآن من يخاف وعيد. نحن أعلم بما يقول وما أنت عليهم بجبار فذكر 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 بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء
أما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والدراء فلينظر الإنسان مما خلق عليه الصلاة والسلام فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى والسماء ذات الرجع حاضر حاضر بس اصبروا علي اصبروا علي حاضر 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 والأرض ذات الصدع إنه
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نسأل الله القبول لنا وله، نسأل الله القبول لنا ولهم يا رب العالمين. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا شفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فلو اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم يتيما 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 ذا مقربة أو
ترابه. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد كل حاجة لها طريقة. ما خلاص
إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير هذه الليلة القرآنية بهذه التلاوة الخاشعة المباركة التي تلاها علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري ملك المقامات ومحرك القلوب الذي تتحرك معه القلوب شوقا للقاء الله سبحانه وتعالى فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسنات الراحل وكانت هذه التلاوة تكريما لروح المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ إبراهيم عبد المحسن الطيب خليفة والد النقيب عادل إبراهيم الطيب خليفة شقيق الأستاذ محمود عبد المحسن الطيب خليفة والأستاذ محمد عبد المحسن الطيب خليفة وابن عم الأستاذ مجدي محمود الطيب خليفة والأستاذ حسن إبراهيم الطيب خليفة والأستاذ محمد جمال خليفة
وعم كل منا الأستاذ إبراهيم محمد الطيب خليفة عمدة القرية، والأستاذ عادل عبد المحسن الطيب خليفة، والرائد السيد محمد الطيب خليفة، والرائد محمود محمد الطيب خليفة، والتي نقلناها لكم من كبرى قصور فراشة المتنقلة، فراشة أولاد عدلان بشرشابة، والكهرباء والأضواء الحديثة كهرباء أولاد الشربيني إدارة الحاج فتحي الشربيني، والخدمة الفندقية إدارة المتر عاطف عبد الصمد، وساعدنا بتسجيلها بالعدسات المعقبرة إدارة مهندس محمد عادل البهري ومهندس رضا عادل البهري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلي ميزان حسنات الراحل، وباسم العائلة الكريمة عائلة الطيب خليفة يتقدمون بخالص الشكر والتقدير للمعزين، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.